كلنا مختلفين، واختلافنا ده بيخلينا نغضب ونزعل، مع ان مفيش حد احسن من حد، ومش من حق حد يحاكم حد. لازم نكون بلد واحدة وشعب واحد. في برنامجنا عايزين نقول للناس ان الغضب والاختلاف لما يزيد ممكن يوصلنا لفين، بس على طريقتنا الخاصة، الكوميديا احيانا، الاستفزاز والرأي المتطرف. عشان كده مش عايزين حد من ضيوفنا ولا اللي جات سيرتهم يزعل. خلينا نختلف بس من غير زعل. بيكم وحلقة جديدة من بصراحة. الحقيقة النهاردة نجمنا مختلفين جدا كالعادة، مختلفين شتان. مش هقدر اقول ان نجم افضل من نجم ولا نجم اقل من نجم، ولكن هما الفن اللي بيقدموه مختلف، الطريقة مختلفة، اكيد وجهة نظرهم هتبقى مختلفة. هنشوف الحوار ده هيمشي ازاي. ضيفنا الاول ضيف نجم من زمان، ولكن ثبت نفسه جدا السنتين اللي فاتوا، اجتهد اجتهاد شديد جدا، اصبح من نجوم الصف الاول، وبحييه وببارك له، الفنان ماجد المصري. اما نجمنا التاني بيحقق اعلى ايرادات في السينما، وبيقدم البومز بتعمل مبيعات عاليه جدا، بيتعرض للنقد كثيرا، ولكن الناس برضو بتعتبره نجم، الفنان سعد الصغير. ايه حكاية ايراداتك اللي في السينما اللي بتكسر الدنيا طول الوقت، وبعدين نلاقي النقد في الجرايد انك ما تنفعش اصلا تكون موجود على الساحة الفنية؟ اول حاجة النجاح تبع ربنا سبحانه وتعالى، وعايز اقول لك حاجة، النقاد دول اعداء النجاح، اعداء بجد، انا بسميهم اعداء. عشان كده الناس كلها، لا بس في نقاد بيفهموا اكيد، يعني اكلمك بصراحة انا مش عايز نقاد ومش عايز الجمهور ده خالص. لا يعني استاذ طارق الشناوي، يعني كل الاساتذه النقاد دول نقول لهم كده اقعدوا على جنب، لو سمعت كلامهم اقعد في البيت. اني نجاح الحقيقي اكتر، نجاحك انت اللي خد سلمه سلمه ووصلت وحققت من غير ولا تهز وسطك ولا تعمل تجيب رقاصه جنبك ولا تعمل عري ولا كده. حضرتك ده ممثل، حضرتك وراجل نجم، حضرتك احنا بناكل عيش، ما تشبهنيش باسم ماجد مصر، انا باكل عيش حضرتك. لا لا يعني مش دي الفكره، لا بالعكس، انا عايز اقول برضو اصل اقول لك، هو محترف برضو، ما هو ده برضو مصدر دخله الاساسي. الفن الشعبي يحترم جدا، ما نقولش حاجه، هو عمل لون لنفسه وعمل شكل نفسه ونجح وفرض نفسه على السوق. يعني الفتره فاتت ما فيش فرح ما فيهوش سعد الصغير. انا اتوجدت في السينما بطل، اوكي، بس ما كنتش لسه، كنت لسه بتعلم، او المنطقه اللي انا بشتغل فيها في كتير بيشتغلوا عليها. حضرتك اشتغلت في كلمني شكرا ليه؟ ضيف شرف. استاذ خالد يوسف اتبرأ من الفيلم. ايوه بس يا انت حرام عليك. بس ماجد انت كنت ضيف شرف فعلا، ولا ساعات بيبقى فيه ادوار صغيره؟ لما تبقى ادوار صغيره انت شايفه ايه؟ لا انا بسالك، هو ضيف شرف مكتوب ضيف شرف على التتر. يعني كنت ما كانتش بوابه عايز تدخل منها السينما ليه؟ فكتبت عندي 14 فيلم سينما انا بطلهم. لا انا قريت، انا قريت حضرتك ان حضرتك كنت بتجامل الاستاذ خالد يوسف في عشان الافلام اللي جايه. يعني يعني ايه بجامل الاستاذ خالد يوسف؟ يعني هو صاحب حضرتك فعايز تعمل معاه عشان يبقى سكه اخش منها السينما مثلا؟ لا انا اسف، قصدي مش سكه حضرتك، يعني مثلا هتعملوا فيلم بعد كده معاه، هو قال لك، بقول لك يا استاذ ماجد اعمل معايا الدورين دول المشهد، الفيلم اللي جاي انت بطوله معايا، ده قصدي كده. ما انا اتعرض عليا فيلم شارع الهرم ده على فكره من احمد السبكي. شارع الهرم بدل سعد صغير؟ لا لا مش، لا لا مش بدل، انا ما ما كان أنا دور، كان دور مين ده حضرتك؟ ولا دور ولا حاجه اصلا، انا ما يعني مش، لا اكيد بقى دور سليمان عيد حضرتك، لكن ما انا ما اللي انا رشحتهم حضرتك ماجد المصري بدل سليمان عيد. انا مش فاهم، انا مش قصدي حضرتك، انا عايزني اتكلم بصراحه ولا اسكت حضرتك؟ لا انا بكلمك بصراحه، ماجد المصري بدل سليمان عيد. انا بقول لك هو، انا هو الدور ده اللي كانوا بيدوروا فيه على حد. يا سعد، استاذ ماجد مش قصدي اسمك، طب اسمعني بس اما اتكلم، انت اسمك سعد الصغير يعني، فخلي بالك بس من الكلام. انت حضرتك كنت في وسط الكلام بتقول مفيش حاجه اسمها سليمان عيد مش سليمان عيد يا استاذ ماجد، ما انت كنت برضه في وسط الكلام قلت بترقص، وبره خدتني واحده كده وانا داخل على الباب. لا مش واحده ولا بتاع، فرحت جاي بقول لك ايه، خد اقول لك، خلي بالك انت لسه بتعمل الافلام اللي كذا كده، خلي بالك من الكلام، وانا داخل عليك من على الباب.
استاذ ماجد قال لي كده حضرتك، انا قلت بسلم يا استاذ ماجد حبيبي شرف ليا. قال لي هو انت معايا في حاجه؟ قلت له ده انا قاعد بقالي ساعتين حضرتك دلوقتي ومستني حضرتك. قال لي تطلع مع فلان وفلان. قلت له يا استاذ ماجد. قال لي هو انت لسه بتعمل الافلام كذا كذا؟ لا يا اخي انا ما قلتلكش كده، حرام عليك. صادق احنا اصحاب فمش عايزين نزعل بعض. انا بتكلم لا انت شويه مستفز، فكره ان انت لغيت الناس كلها وانت بس اللي بتمثل وانت بس اللي مش عارف ايه. انا شايف كده وبتكلمه بصيغه ان هو مثلا مبتدئ. لا لا ما هو نجم كبير. انت بتقول يا استاذ ماجد وحضرتك يا استاذ ماجد وحضرتك انا جاي يا استاذ انا جاي اتكلم عن نفسي مش جاي اتكلم عن حد حضرتك. لا انا جاي اتكلم عن نفسي مش جاي اتكلم على حد. طب كلمنا عن نفسك يا سعد، كلمنا عن تاريخك شويه. اما تسالني حضرتك انا هجاوب. ما انا بقول لك كلمنا عن تاريخك، ما ده اسمه سؤال. سعد الصغير، سعد الصغير من 2010 لغايه دلوقتي مفيش. هنتكلم عن الغرور والغرور اللي بيصيب الفنانين. غرور ايه بس؟ بس بعد الفاصل مع الفنان ماجد المصري فنان سعد الصغير. رجعنا لكم مره ثانيه. فنان ماجد المصري، المسلسل رمضان طبعا مع سبق الاصرار عمل يعني نجاح غير طبيعي. ما بيبقاش صعب قوي بقى في اختيارك السنه اللي بعديها ان الناس تقارن بين العملين وتخاف ان ما يعملش نفس النجاح، خصوصا الفنانه غاده عبد الرازق برضو ممثله قويه قوي؟ مع سبق الاصرار بعد مسلسل ادم، فطالع من ادم مش متخيل ان انا هقابل شخصيه بالجمال ده. عارفه ازاي؟ فلما دخلت اشتغلت مع سبق الاصرار ركزت في زياد الرفاعي وبس. انا ما سالتش لغايه دلوقتي حاجه حضرتك. عادي يعني بنتقبل الكلام يعني. انت راجل فنان يعني. انت راجل دمه خفيف. راجل فنان وبتعرف تغلط وسليمان عيد وحاجات. طب سليمان عيد ده عامل كل يعني. انا مش نكت حضرتك، انا مش ملوجيست حضرتك. انا لا انا مش بغلط برضه في الفنان سليمان عيد، انا بقول بس ان الستايل مختلف تماما. نعم فندم. سليمان عيد ده فوق راسي من فوق. سليمان عيد ستايل. مش بني ادم حضرتك. لكن مش روح. طب سعد احنا هنكمل الحلقه بطريقه لطيفه ولا نخلي استاذ ماجد لوحده؟ ما تجيش على حضرتك وانتوا الاثنين عليا بس باين اول المشاهدين شايفين يعني. المفروض كنت تنقي يعني ضيوفك. ما خلاص انا اللي غلطانه. فانت غلطانه استاذ ماجد. انا ما غلطتش. بس كلام خالص ما جبتلكش عشان خاطري. انا قلت نصحتك من دقيقه. ما فيش داعي الكلام بقى. انا بحبك يا استاذ ماجد. لا اله الا الله. هخليك تكرهني. انا بحبك. ما فيش داعي. سعد تكرهني يا استاذ ماجد ازاي يعني؟ هخليك تكرهني. ليه عملت لك ايه؟ تكرهني ازاي يعني؟ انا هخليك تكرهني مش يعني انا اللي اكرهك. انا مش بكرهك. هتضربني يعني؟ لا لا يا راجل. عشان جسمك يعني. انا مش تامر حسني حضرتك عشان تضربني يعني. انا من شبرا وكنت شغال سواق تاكسي مش طبال زي ما هي قالت. هو انت الفنان لما بيتنقل نقله معينه بينسى نفسه. لا انت بتهزر ليه؟ ما اعرفش. لا عادي. لا الشهره بتخلي حياته قاسيه اكتر يعني. انا لما شفت صورك جوه دلوقتي بتاعك مراتك بقت بتغير عليك اكتر، بقى عندك معجبات اكتر. في ناس لما بتكبر في السن شكلها بقى احلى. ماجد المصري من النوع اللي انا حاسه ان بقى عندك معجبات اكتر دلوقتي. الحمد لله يزيد ربنا يزيد ويبارك يعني. ده عامل لك مشاكل في حياتك؟ لا خالص، بيسعدني جدا والله. بنات حلوه ما شاء الله اهو. لا بجد ده ما بيعملكش خالص مشاكل مع مراتك؟ لا لا انا مراتي اصلي يعني مراتي واثقه فيا واثقه في نفسها، فالحياه زي الفل الحمد لله يعني. وبتحب سعد صغير جدا. ربنا يخليك. بس نعم. طيب احنا معانا لو سمحتوا احنا معانا فيديو، تعالوا نشوفه مع بعض. انظر اذا صوب رجعت مريم. مريم فارس كأنثى. أنثى. مريم فارس من أغنى أغنياء الوطن العربي دلوقتي، وهي من أهم المطربات الموجودة. وشوفي بقى حضرتك يعني هزة الوسط عند مريم. لا بجد تفرق كتير والله العظيم. بكلم كت يعني في ستة متهز وسطها بتفرق. يعني ايه مش فاهم؟ مفهومة. منورة ساعة. عجبت بفنانة معاك في عمل؟ انت مثلا وانت في شارع الهرم من اول لاخره كده، من اول الطلبية ما فيش حد مثلا حصل حاجة؟ انا برضو ما كنتش في ديسكو حضرتك في الغردقة واتخانقت على بنات وطلعوا اتكلموا في البرنامج حضرتك. لو بتتكلم بقى ديسكوتيك. اوكي في برنامج يعني قالوا لحضرتك ان حضرتك كنت في الغردقه مش في شارع الهرم بقى اللي بتضحك بتتريق عليه، وعملت خناقه عشان بنات. عاكس بنات يعني؟ عاكس بنات. هو
هو هيبقى فنان ويعكس بنات؟ انا ما ببلش حضرتك، جت في برنامج حضرتك وحضرتك ما طلعش شويه ضرب ولا حاجه. ايه ان هم ان هو عاكس بنات؟ اه كان في مشكله عشان خاطر بنات وهو عاكس، يمكن بيتبلوا عليه ولا حاجه، وهو عمل خناقه كبيره وهو طلع ما اتكلمش. دي موجوده على النت حضرتك. ممكن تشتغل مسات صغير فيلم؟ ليه لا؟ واسم مين اسم مين اللي يبقى الاول؟ اكيد سعد طبعا. لا بجد ايه المشكله؟ ليه اسم سعد؟ عشان هو اسمه بيجيب فلوس اكتر. في ايه؟ في السينما ولا في الفيديو ولا في ايه يعني؟ في السينما. اه لا هو ما بيشتغلش. هو بيعمل سات كوم دلوقتي؟ لا بيعمل سات كوم. لا انا ما اعرفش دلوقتي. لا انا بتكلم على السينما. فريد محرز بتكلم على السينما. لو اشتغلت في 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 فيلم للفنان ماجد المصري، اسم مين اللي يبقى الاول؟ طبعا استاذ ماجد طبعا، من غير اي كلام حضرتك. لا احنا مش هنجامل بعض يعني. لا دي حقيقه استاذ، مش هنجامل بعض يا، بس فرق السن والتاريخ سلم حضرتك. انا لسه السن مش عارف، حسستني ان انا عملت حاجه في لحظه. انا قشر البندق، قشر البندق ده كنت ليه بتفرج عليه. كل شويه تقول السن السن. انت عندك كام سنه يا سعد؟ قصدي سن مقام. انت عندك كام سنه بالظبط كده حضرتك؟ واحد اللي جاي ان شاء الله بقى عندي 31 سنه. 31 سنه؟ اه اللي جاي. ازاي يعني؟ وقاعد تقول له السن قشر البندق ده. انت متخيل ان ماجد المصري عنده كام سنه؟ انا حضرتك يعني مع انا لا يعني عشان تقعد تقول السن السن الخبره السن. فانت متخيل ان عنده 60 سنه؟ انا اعرف انه عنده 48 سنه حضرتك، اللي انا سمعت يعني عنده 48 سنه. لا انا عندي 50 سنه. ماجد المصري المسلسلات السنه دي ناس كتير انها بتقول انها قليله، عشان كده هتتشاف بقوه. ناس كتير قوي كانت بتعلق على نوعيه البروموهات اللي احنا بنشوفها دلوقتي، ان فيها حاجات ما تنفعش رمضان. زي البروموهات بتوري واحده بتاخد دوش، الثانيه بترقص بدله رقص، الثالثه مش عارف ايه. انت مع ولا ضد ان نوعيه الدراما دي تقدم في رمضان؟ لا لازم طبعا في رمضان يبقى فيه تحفظات كتير، ونراعي ان المسلسل او العمل الفني ده هيتذاع في رمضان. بتعمل انت ايه بقى في رمضان؟ يعني هل بيبقى ادائك هو هو الرقص ونفس الكلام اللي انت بتقوله؟ بص السؤال بتاعك حرفه اللي يعني عايزه تعملي معايا. لا اصل انا عجبني قوي رده، لان في ناس كتير تقول لك لا التمثيل والتمثيل نعمل فيه اي حاجه وفي اي وقت، وبدل مش عايزين مسلسلات في رمضان يبقى اللي مش عايز ما يشوفش. فانا احترمت رايه. والله فانا بصراحه في رمضان ما بعملش استشوار في شعري وكبره حضرتك، وبقعد وبالليل تاني في النيطات وحاجه. ما عايز حضرتك بالظبط. انا بسالك سؤال بجد. اه انتوا نوعيه شغلكم بتبقى كلها معتمده على النايت كلابس او الافراح، مفيش حد بيتجوز في رمضان وفي نفس الوقت مفيش نايت كلابس، بتشتغلوا ايه؟ الشهر الوحيد حضرتك، الشهر الوحيد اللي بحاول حضرتك اكفر عن سيئاتي فيه. تعمل ايه؟ بقى عباده. لا ما بتشتغلش يعني قصدي؟ لا كنت بشتغل الاول حضرتك قبل مرة. دلوقتي خيم يعني وكده؟ اه خيم حضرتك. وكان بيبقى فيها برضو رقص وحاجات كده؟ كل يوم حضرتك كنت بقابل استاذ ماجد على طول حضرتك في الخيم برضو حضرتك، خيم محترمه، سحور بس جبن وحاجات ما فيهاش اي حاجه حضرتك، وما فيهاش رقص ولا اي حاجه. كنت انت بترقص نفس الرقص؟ لا انا في الصيف بصي برقص كده، في رمضان برقص كده. بس حضرتك يعني حضرتك عايزه برضو تطلعي المنظر. ترد باحترام لما اسالك يا فندم. انا ما اقدرش في حضرتك، العفو ما اقدرش في حضرتك. انا ما اقدرش في حضرتك. ما تهزش وسطك وكتفك وانت بتكلم. حضرتك انت عماله تقولي رقص رقص، انت مش جايبه دينا. هو يا عم انا بتبلع عليك ولا انت بترقص فعلا؟ ما فيش حد بيرقص في رمضان. ما فيش فرق بينك وبين دينا. ما فيش حد بيرقص في رمضان. بتعملوا زي بعض يعني؟ ما فيش فرق يعني؟ ما انت بتجيبها معاك في الافلام عشان ترقص ترقص يعني؟ ما فيش فرق بين دينا يعني؟ انت بتقولي دينا، ايه الفرق بينكم يعني؟ لا اكيد في فرق طبعا. ايه يا استاذ ماجد الفرق؟ ايه الفرق؟ ايه فرق اسمك ماجد؟ يعني ايه فرق اتنين بيرقصوا؟ لا اكيد في فرق طبعا. انا حاسحك بالطريقه. فرق حضرتك ايه الفرق حضرتك؟ لا الطريقه راجل لا هي ست وانت راجل، بس لكن نوعيه الفن اللي بتقدمه حضرتك شايف ايه الفرق بحضرتك؟ عشان احس كده ان يعني دينا دينا قمر يعني سعد. لو طلبت نقوم نرقص. انتوا الاثنين مختلفين جدا، لكن اكيد كل واحد ممكن. والله العظيم انا بحب فنك جدا. والله مش هترقص يعني؟ انت بحلف لك بالله بعشقك. انا عايز اسالك سؤال مجد. لو حضرتك يعني كملت حضرتك وبقيت مطرب طبعا صوتك جميل، وبقيت مطرب حضرتك ونطرب حضرتك، كان زمانك بترقص دلوقتي عشان تعصر الجو؟ يمكن. لا يا استاذ ماجد، لا لا لا، اوكا اورتيجا بتشقلبه وسعد صغير بتشقلب ومش عارف. ايوه دي حضرتك هتروح داخل لازم تغني وترقص. انا بقول لك ده شكل. انا يعني مش هتشتغل؟ انا مش معترض عليه. لا يا استاذ ماجد، لو انت لو كنت عرفت يا استاذ ماجد اياميها كنت يعني عايز اقول لك. ما لو عرفت ارقص يعني؟
والله حاولت. انت ليه سعد بتقول يا استاذ ماجد وهو زميل ليك المفروض؟ فرق السن. هو بيقول لك يا سعد فرق السن. انت ليه بتقول له استاذ ماجد؟ فرق السن. لا والله بجد. هي انا كده ليه بتقول له استاذ ماجد؟ راجل ابن بلد يعني وراجل. لا يعني انت بتحس انك قليل جنب. لا هو لا هو لا بيقول لي يا سعد، هو بيقول لي سعد وانا بقول له استاذ ماجد، وده صح. ليه صح ليه؟ ايه هو حضرتك شايف ان حضرتك هو راجل تاريخ وانا حد قليل فبيتريق عليا. لا اله الا الله. لا يعني انت، انا بسال دلوقتي انت انت نجم بتحقق ايرادات و و و، ليه بتقول لي ماجد يا استاذ ماجد؟ لا التربيه مالهاش دعوه بالايرادات والكلام. هو مثلا ما عندوش تربيه. انا بقول لك يا سعد احترم نفسك يا جدع، ادلم نفسك. انا مش عارف، انا بقول لك يا استاذ ماجد ما ينفعش تقول لي يا واد يا استاذ ماجد. يا استاذ ماجد ما ينفعش تقول لي ادلم نفسك. الاستوديو متكلف. يعني ايه استوديو متكلف حضرتك؟ يعني هتعمل ايه؟ انا مش شغل اتعلقني في الاستوديو انا ولا ايه؟ شوف مؤثر ايه الاستوديو متكلف هكسره حضرتك ولا بكسر؟ ايه ده لو سمحت الناس كلها برزانها هتمشي. انا مش شايف. ايه بقى يلا استاذ ماجد. استاذ ماجد عمري فن. انت حاجه ما تعرفنيش، انت حاجه ما تعرفيش والله. سواق تاكسي والله. وبعدين من ساعه ما حلقت شعرك وانا بقيت اخاف منك اصلا. انا سواق تاكسي. انت كنت خايف من تخاف الشعر يعني ولا ايه؟ يعني ممكن بنقص الفن ده خالص وعادي، وانا وانت حضرتك يبقى براحتنا والميدان واسع يعني. لا براحتنا بقى يا اسطى. انا ممكن استغنى عن الفن حاجه، مش تقدر استغنى عن الفن. لا لا استغنى عنه. لا انا ممكن ليه ما يقدرش؟ لا انا ممكن، انا ممكن استغنى عن الفن وارجع سواء تاكسي ونلعب بقى زي ما بيقولوا كده. حضرتك ما تعرفيش انت في الميدان واسع عشان حضرتك ده مع جامعه امريكيه. يعني ممكن ابطل الفن لانها تبتدي بقى حرب. مش انا كنت موديلز لسه دلوقتي. انت اللي بتقول. انا بقول لك على كلامك. الموديلز دول اجدع ناس. يعني انا عندي استعداد ابطل الفن دلوقتي ونقضيها بقى، عارفه انت، ابعت لي وابعت له بتاع وخلاص وشويه جيم وخلاص. هنخلص الحلقه دي. نعم يا استاذ. يعني انت شايف التريقه والاستاذه اللي انا مش عايز اقول بتطبل له استاذ، يعني عيب بتطبل له في الحلقه استاذ كلها. إيه استاذ ما تساليش سؤالين استاذ. قله الادب. انا مش قليل الادب. انا مش قليل الادب. انا مش قليل الادب. مش قليل الادب يا اموره. هطبله ليه؟ مش قليل الادب. بقول لك طب وحياه ربنا هقوم اضربه. تضربي مين؟ تضربي مين؟ تضربي مين يا اموره؟ يا بتاعت خريج جامعيه. انت بتكلمي واد من شبرا يا اموره. طلعوه بره. طلعوه بره. انا ما بهزرش. بره مين يا اموره؟ انا هكمل مع بعض. بره يا اموره اكرمي. بقول لك ايه؟ والله العظيم ارميك بالبتاع دي. ترمي ايه يا ماما يا اموره؟ ارمي ايه؟ بقول لك اطلع بره. اطلع فيك عيب يا جماعه. عيب انت ست عيب. اطلع بره. هو الاستوديو بتاعك. اهلي كريم يا ابني طلعوه بره. انت لو راجل كنت عرفت ارد عليك. طلعوه بره. لا بره. لا وريني نفسك. انت للاسف انا بعصر رجاله مش عارف ارد عليك. بس ما بهزش وسطي زيك. لا انا ما بضربش حريم. انا ممكن اضرب رجاله يا امور. حريم في عينك. امال انت ايه راجل وراك يا باشا؟ انا اقسم بالله انا ما اعرفش. والله العظيم هضرب. ده حته برنامج اللي عملتيها تتنك علينا على ايه؟ طب قوم هضرب. يا ريهام ريهام يا نهار ازرق يا استاذ عم حمدي. انا بهزرش يا حمبوزو. يا عم احنا واقفين في موقف احمد حلمي. لما تطلعوه بره هرجع. معلش كده انا اسف. طلعوه بره. ايه اللي اطلع بره ده يا استاذ؟ ده انت اموره قوي. اضحك يا عم الامور اضحك. انت هو ما طبلوا لها. ايه في الاستاذ؟ يا ريت استاذ ماجد يجي هنا وهو ليه في الحاله استاذ ماجد؟ طب بص اقول لك على حاجه كويسه قوي. اطلع بقى بره عشان عايز اقفل انا الحلقه. يلا. لا استاذ ماجد مش هطلع بره. لا تطلع بره. لا استاذ ماجد هتطلع بره. تعالى بس. لا بعد اذنك استاذ ماجد مش هطلع اسمك. لا استاذ ماجد لا بعد اذنك. انا عايزك بس. انت عشان جسمك اكبر منه يا استاذ. ده مش ينفع. تعرفنا على حمبوش. لا مش هينفع يا استاذ. بعد استاذ ماجد. عيب يا استاذ ماجد. عيب. انا مش عارف. مش لا عيب يا استاذ. مش ايه؟ لا استاذ ماجد. لا استاذ. عيب. عيب يا استاذ ماجد. تعالى بس. لا استاذ. لا استاذ. لا استاذ. لا مش هتنفع يا استاذ. هتشوف حمبوش. لا لا مش هتنفع يا استاذ. عيب يا استاذ. تطبل لك بعدك عشان تشتغلوا مع بعض في مسلسل ولا تمثيليه. لا انا ممكن اعلق القميص دلوقتي يا استاذ وسواق تاكسي وتضربني عادي يا استاذ. طب لو ذكر ايه اللي على القميص؟ هتعمل ايه يا استاذ؟ لا انت بتقول لو ذكر ايه اللي على القميص؟ بص يا استاذ ماجد انا اقول لك كلمتين. لو ذكر. لا انا ذكر استاذ غصب عنك. لا انا ذكر يا استاذ. قولوا يا جماعه لو ذكر. بص يا استاذ ماجد ايه اللي على القميص؟ كلمتين اتنين. لا يا استاذ على استاذ بص اقول لك حاجه. اتفضل يا باشا. انا مش عايز اغلط في الفن. لا انا راجل وارجل منك كمان وهتضربني دلوقتي مش هسيبك بره. بس انت ارجل مني انا. استاذ اضربني. اعمل اللي انت عايز تعمله. مسكله. اعمل اللي انت عايز تعمله. اضربني يا استاذ. يا حمبوزو اضربني يا استاذ. لا انت حبيبي يا استاذ. كلم يلا ناجي يلا. خليه يجيب 4 5 معاه بس عشان ينفع. لا انت اتنين بس. خد يا ابني انت خايف يلا يلا سعد يلا تعال
يلا بس لا انا مش طالع استاذ يلا لا مش طالع يا سعد يلا لا مش طالع يلا بس يلا لا مش طالع استاذ هتعمل اي حاجه استاذ مش هسيبك بره استاذ طب يلا بس لا يا سعد يلا بقى يلا بقى ارجل منك وعيب يلا عيب ده افترا ده افترا وانا مش هقولك كده ده افترا حمبوزو دلوقتي لا نزل ايدك يا استاذ واضرب تاني اضرب تاني صور يا عم صور صور يا عم اضرب يا استاذ ايه ده ايه ده اضرب يا عم يا عم احنا مش في الشارع ايه اللي انت بتعمله لا في الشارع اضرب يا عم صور انت ما ضربني هنا حد من الانتاج يجي يا جماعه اوعى يا عم اضرب يا عم ما تضرب يا عم عيط يا سعد عيط لا مش عيط مش انت اللي تخليني اعيط طب عيط لا مش انت طب عيط على الطلاب ثلاثة ما اسيبك على الواحة دي على الطلاب ثلاثة ما اسيبك لو وراك بلاد على الطلاب ثلاثة ما اسيبك يا ماجد يا مصري وبطل الفن كداب طب اوعى يا استاذ ما تغباش عليا اوعى لا كداب اوعى عرفت يا غرع يا غرع يا غرع يا غرع ماجد 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 يا غرع انت ماجد خد يا تعالى خد تعالى طب بص خلاص مش هيجي جنبك مش هيجي ايه ما هو والله يا حد انت لقيته مستخبي ورا عربيه في الشارع ده مقلب والمصحف ده مقلب والله العظيم مقلب والله العظيم والله العظيم والله العظيم والله سينا صلاح سينا صلاح لا لا بس لازم اقول حاجه لا بص الدم بس لا لا عايز اقول لكم حاجه بقى اما وقعت انا ما اعرفش في الاخر ماجد المصري لما ابتدى يهزر كان فائس الحكايه ولا لا بس اقسم بالله ان سعد هرب بجد سعد ما راحش اوضته يا جماعه ما راحش طلع في الشارع استخبى ورا عربيه على الناحيه الثانيه والله العظيم جميله والله العظيم وبقول له هو الظاهر عارف انها كاميرا خفيه ومقلب وشبه قال لي مقلب ايه ده انا كنت هموت في ايده اقسم بالله مش عارف حاجه انا هيطلع لنا انت قلت له يبقى عارف ازاي سعد انت كنت مستخبي بجد بس ايده ده لازم اقول دي وبعدين راح قايل لي ايه بقى خش اختمي من غيري وقولي له وقولي له سعد راح يجيب لك ناس لا عايزه اقول لكم حاجه بالرغم ان هو مقلب هو من شبرا فكرامته وجعاه بجد ان رقبته وجعاه وانه بيخر دم فهو بالنسبه له ان ماجد المصري ضربه بجد ملوش دعوه بقى مقلب ولا مش مقلب فعايز يدخل ارد له كرامته اقول له يا عم انا هقول له انه مقلب ليه ما تبقاش قاعد قال لي مش داخل مش داخل طول الحرقه مرعوب بص بقى لفيه بس فانا ايه عندنا في شبرا طبعا انت عارف يلا اللي ماجد ضرب وبتاع فانا ايه حاجه بقول لهم مش انا ضربته بالكرسي عارف كده والله ايوه عشان يروح في شبرا يقول لهم مش انا ضربته بالكرسي وضربته بطفايه الحريق وضربته وكدب بقى بجد مش هزار هو والله هو عامل ان هو بيعمل هزار بس اقسم بالله هو عامل ده حقيقة بجد لان هو متضايق بجد وكان بره في الشارع متضايق هيعيروني والله العظيم ثلاثه يلا ماجد مش عارف ومش عايز يدخل لازم نتعلم نتحاور ونقبل بعض ونقبل وجهات نظر بعض المختلفة ونقد بعض وصدرنا يبقى رحب لأن ما ينفعش يبقى طول حياتنا شد وجذب وزعيق وخناق وضرب لأن تهيألي إن إحنا محتاجين دلوقتي إن إحنا نبقى واحد ومهما يكون اختلافاتنا ماجد المصري ممكن يكون مختلف خالص عن سعد الصغير وممكن يكونوا مش قابلين بعض ولكن لازم نتقبل بعض عشان لازم نبقى إيد واحدة ومن غير زعل وأشوفكم بكرة وأصبح والمصحف كنت زعلان بجد كنت هموت اسرينا صلاح انا خلصت من ما انا خايف تروح ضربني تاني يا انا خلصت من الدقيقه ما اخلص ضربنا بعدين ايدك تقيله يا استاذ لما قعدت تقول لي بقول لك ايه بقى تعالى بره بقى تعالى لي بره تعالى المصحف كنت بحبك يا زميلي تاني يا انا بحبك ليه انت لا انا بودك ليه انت لا تاري على مخير ربنا انا بحبك ليه انت لا انا بودك ليه انت لا معايا يا جماعه لا انا بحبك ليه انت لا انا بودك ليه انت لا
بحبك 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 يا مجد. اسماء الله يسلمك. لا 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 ما كلمتيش حضرتك يعني. ابعت اديني فاصل احنا بره احنا اوت. ماشي حضرتك. بقوله انا بحبك. تعالى انا بحبك. تقول انا كنت بحبك. كنت بحبك ليه؟ ايوه يا فندم. لا لا لا. اتفضل يا فندم.